إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتأمين نقل البضائع الخطرة عبر الطرق يهدف إلى تحسين سلامة النقل وتعزيز الهياكل والأنشطة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة في المغرب، بما في ذلك الهيدروكربونات وغاز البترول المسال والمواد الكيميائية والمتفجرات. اليوم الخبرة الإسبانية والخبرة الأوروبية ستدعم المغرب على أساس أننا نوجد هذه النصوص التطبيقية وأننا بالفعل نكون في إطار هذه الاتفاقية الدولية لنقل البضائع الخطرة منسجمين مع ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي، باعتبار أنه حوالي ثلثي ديال المعاملات التجارية والاقتصادية للمغرب تتم مع الاتحاد الأوروبي، وأن المغرب بالفعل في إطار الاستراتيجية الوطنية ديالو ديال تدبير المخاطر الجزء الكبير اليوم ديال تأمين المخاطر ديال نقل البضائع، سواء كانت بضائع اللي هي مرتبطة بالتجارة ولكن أيضا مرتبطة بالصحة ديال المواطن. المشروع يندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء نظام نقل آمن وفعال يستجيب إلى معايير دولية في هذا المجال. المساهمة الإسبانية في هذا المشروع كفاعل أساسي وشريك تعكس بشكل واضح الإرادة الحقيقية في تحسين التعاون القائم مع المغرب في مجال النقل وإرساء شراكة قوية وناجعة من الطرفين المغربي والإسباني. وسيتم استكمال هذه المبادرة بتنظيم 9 زيارات دراسية إلى مختلف الهيئات في إسبانيا من أجل مراقبة ودراسة تطور النتائج التي يقدمها الخبراء. La relación entre los dos países.